وصفة جديدة. لو عجبتكم وصفتنا للنهاردة ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو، اشتراك في القناة وشير. وصفتنا النهاردة من الهند، البرياني الهندي بالدجاج او الفراخ. وصفة هندية شعبية اصيلة وبعد كده انتشرت في الخليج. معروف البرياني ببهاراته الخاصة والنكهة القوية الموجودة فيه، بيتعمل بطرق كتير جدا، وبيتعمل بالفراخ او اللحمة او الجمبري. بس انا النهاردة هعمل لكم بطريقة سهلة وبسيطة وطعم فظيع لا يعلى عليه. تعالوا نشوف مكونات البرياني ايه. مكونات البرياني: محتاجين فرخة متقطعة 8 قطع منزوعة الجلد ومغسولة ونظيفة كويس جدا، كوبايتين رز بسمتي، 4 بصلات متوسطة الحجم مفرومة، فلفل ألوان متقطع أخضر وأحمر وأصفر من كل لون حبة كبيرة، فصين ثوم، وعايزين ورق نعناع حوالي 3 ورقات أو 4 ورقات، زيت وزبدة، ربع كوباية كاجو وربع كوباية زبيب. التوابل اللي احنا محتاجينها: محتاجين مكعب مرقة، توابل برياني الخاصة، أنا بستخدم النوعية ديت، محتاجين ملح وفلفل اسود وكزبره بودره وزنجبيل وبصل بودره وثوم بودره وقرفه ونعناع ناشف واكليل الجبل او الروزماري وجوز الطيب وبهارات 7 وورق لورا وزعفران وكاري لو موجود. واخيرا احنا محتاجين بودره الزعفران. انا بودره الزعفران بتاعتي بجيبها النوعيه دي نفس الشكل دوت، ممكن اللي فيها الليمون الاصفر او اللون ده، انا هستخدم من الاثنين بس كده. تعالوا نشوف ازاي هنعمل البرياني. اول حاجة انا هاخد الرز بتاعي وهسلقه في المية لغاية لما يستوي 3/4 سوا. ودلوقتي هنبدأ نعمل البرياني. هحط شوية زيت وبعد كده هحط زبدة حوالي 4 مكعبات صغيرة، وبعد كده هضيف البصل، وبعد كده ههرس الثوم. مجرد ما اقلب البصل مع الثوم ويبدا انه يدبل هحط الفلفل الالوان، وبعد كده هضيف الكاجو واضيف الزبيب، وبعد كده هضيف التوابل اللي عندي كلها وهقلبهم مع بعض كويس جدا، واخليهم شويه كده يتقلبوا مع بعض، ياخدوا تشويحه مع بعض. بهارات البرياني اللي بشتريها جاهزه بيبقى فيها حبهان وقرنفل، بيبقى فيها كل التحابيش بتاعه البرياني الاصليه. بعد كده بعد ما انا قلبت الفلفل مع البصل والتوابل اللي حطيتها، انا دلوقتي هبدا ان انا اضيف الفراخ اللي عندي. انا دلوقتي طبعا قلبت الفراخ مع الخلطة اللي عندي، الفلفل والبصل والتوابل. دلوقتي انا هضيف ربع كوباية مية وهسيب الفراخ انها تستوي حوالي، هتاخد تلت ساعة تستوي وتاخد نكهة التوابل ديت. هغطيها دلوقتي وحطها على نار متوسطة وهفضل ان انا اتابعها كل شوية. هي الفراخ اصلا هتنزل مية وهي بتستوي، عشان كده انا حطيت بس ربع كوباية، ده كفاية جدا يعني. فدلوقتي انا هغطيها واسيبها لغاية لما الفراخ تستوي تماما. دلوقتي الرز بتاعي خلاص اتسلق، انا دلوقتي صفيته حطيته في صفاية، هخليه بقى شوية وهروح اشوف البرياني. دلوقتي انا خلاص الفراخ بتاعتي استوت زي ما انتوا شايفين، انا حسيتها بالسكينه كده لقيتها انها استوت خلاص. بصوا ازاي الخليط بتاعي لازم يكون بالشكل ده، ما يكونش فيه ميه كتير ولا يبقى ناشف، لازم يبقى يعني جوسي كده شويه. انا دلوقتي هضيف النعناع، ورق النعناع اللي عندي، وهقلبهم مع الفراخ. ودلوقتي الرز اللي اتسلق عندي انا هضيفه على الخليط بتاعي. دلوقتي انا بعد ما حطيت الرز وفردته كده في الحلة، هبدأ ان انا اضيف قطع من الزبدة متوزعة.
دلوقتي انا خلاص حطيت الزبدة وزعتها عندي مكعبات صغيرة، وزعتها على الرز. دلوقتي انا بودرة الزعفران بتاعي هحط عليها حوالي ربع كوباية مية واقلبهم مع بعض. دلوقتي انا هضيف بودرة الزعفران بعد ما دوبتها في مية بالشكل دوت، شوية كده شوية هنا شوية كده وكده، بس كده. دلوقتي يعتبر البرياني بتاعي خلاص خلص. انا هحطه على نار هادية لغاية ما الزبدة بتاعتي تدوب والرز باقي الرز ان هو يكمل السوا اكتر، حوالي 10 دقايق مش اكتر من كده، على نار هادية جدا. وبكده خلاص تكون وصفة البرياني للنهاردة خلصت. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. والبرياني خلاص جهز معايا، دلوقتي انا هقلبه في الحلة واخلطهم مع بعض. انا خلاص قلبت البرياني بتاعي في الصينية، هبدأ ان انا اخلطهم مع بعض عشان يدخل معايا الرز مع الخلطة كلها. وخلاص انا خلطت الرز بتاعي مع بعضه، بصوا شكله حلو ازاي وريحته تجنن جدا. دلوقتي انا هبدأ ان انا اقدمه. واخيرا البرياني بتاعي اتحط في طبق التقديم وبقى جاهز خلاص. شوفوا شكله حلو ازاي والوانه تحفة وريحته تجنن. هنقدمه مع الزبادي او سلطة الخيار بالزبادي. وبكده وصفتنا خلصت للنهاردة. شكرا لمتابعتكم لينا ونشوفكم في وصفة جديدة. باي باي.